السلام عليكم أعزائي الطلبة. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بالأرتيكل الأول اللي هو يعتبر الموضوع الريدينج. هذا الأرتيكل اللي مطلوب به هو قراءته وفهم الأرتيكل، ومؤشر أننا باللون بالرد يعني باللون الأحمر بعض الكلمات. هذا الأرتيكل اللي هو يتكون من 3 صفحات، وبنهاية الأرتيكل هنا الأكاديميك ووردز المؤشرة هي باللون الأحمر اللي هي 6، يعني 6 فوكابلاريز. إن شاء الله أنا أتطرق البعض من عتها في الجزء الثاني من محاضرة اليوم. أنا اليوم ما راح أكمل الأرتيكل، راح أخذ لي جزء معين من عنده وأقرأ. أنت كطالب المطلوب من عندك هنا هو فهم الأرتيكل، يعني فهم معاني الأرتيكل. أكو معاني أنت مطالب بها كتعريف ووضعها في جملة، وأنا راح أتطرق لها بالجزء الثاني من المحاضرة مالت اليوم إن شاء الله، وهي فقط المعاني الكلمات المؤشرة باللون الأحمر اللي هي 6 فوكابلاريز، اللي هاي راح تسمى الأكاديميك ووردز. أما المعاني الباقية اللي راح تطلع بالأرتيكل، أنت مو يعني أنا مو مطالب طالب إنه يحفظ لي إياها، وإنما يفهمها. لازم يعرف المعاني الباقية حتى يفتهم الأرتيكل، حتى يفتهم الباراجراف. يعني أنا باراجراف معينة هنا من أقرأها، أنا مو مطلوب من عندي أفهم بس معنى الكلمات المتقطعة، لكن ما أقدر أربطها وأفهم معنى الجملة تامة. يعني هسه واحد من يجي يقرأ هنا يقول لك هاي الكلمات هاي يعرف معناها، هاي يعرف معناها، لكن شنو المقصود بالسنتنسز الكاملة، يعني الكومبليت سنتنسز، أو شنو المقصود بالكومبليت باراجراف، هاي الباراجراف اللي موجودة شنو المعنى التام إلها؟ شنو يعني هنا الكاتب شنو يريد يقول؟ المطلوب كلمات مؤشرة باللون الأحمر هي تسمى الأكاديميك ووردز، هاي مطلوب تعريفها ومطلوب وضعها في جملة، وهي راح أتطرق لها في الجزء الثاني من المحاضرة. أما باقي الكلمات الأرتيكل أنت مطالب بها لفهم الأرتيكل. أنا إن شاء الله أتطرق محاضرة اليوم إلى جزء معين من الأرتيكل، محاضرة الأسبوع القادم إلى الجزء الثاني من الأرتيكل، وإن شاء الله بعد إذا ما قدرت أكمل بالمحاضرة الثانية أحتاج محاضرة ثالثة، راح أتطرق إلى بعض الأسئلة بخصوص الأرتيكل. يعني أنت هذا الأرتيكل تقرأه تفهم شنو معناه، وراح أضع عليه بعض الأسئلة، هي أسئلة على الأرتيكل بصورة عامة. أما بخصوص الامتحان اليوم ما راح أتطرق للامتحان، يعني أنت الأرتيكل قلنا الطالب هل مطالب بحفظ الأرتيكل؟ لا، ما مطالب بحفظ الأرتيكل، مطالب بفهم الأرتيكل. أنا إذا بالامتحان أريد أجيب أرتيكل، لربما هو هذا نفسه أجيب الأرتيكل بالضبط، هو نفسه، أو أجيب مشابه إلى بالكلمات وبالمعاني، يعني بالضبط مشابه إلى، فالطالب يعني تكون المعاني مرة عليه، يعني المفردات الوردز الفوكابلاريز هي كلها مرة عليه. أضع على أسئلة عامة. طالما اليوم هي أول محاضرة فأنا ما راح أتطرق على الأسئلة، أتطرق فقط على القراءة الريدينج. راح أخذ لي صفحة واحدة أو صفحة، يعني أكمل هنا كم باراجراف موجودة، أختار لي جزء معين حسب الوقت اللي عندي، راح أقرأ أشرح بعض المعاني اللي موجودة. أما بخصوص أسئلة الامتحان إن شاء الله أتطرق لها بالمحاضرات القادمة، يعني عندما يكتمل الأرتيكل أضع لي أسئلة، تصير صورة واضحة على الأرتيكل، يلا النوبة أقدر أتكلم على أسئلة الامتحان. الكلمات المؤشرة باللون الأحمر دائما راح أشرحها بالجزء الثاني من المحاضرة، يعني الجزء الأول يكون قراءة، الجزء الثاني هو شرح معاني الأكاديميك ووردز. هنا إن شاء الله راح أبدي أسب الباراجراف الأولى، أقرأها وأشرح المعاني اللي موجودة بها. الأنيمال أولمبيكس، athleticism, speed, strength, power, endurance. الأثلتيسيزم المقصود بها هي الرياضة أو القدرة على ممارسة الرياضة، يعني the ability to play sports، يعني هو ممارسة الرياضة، الممارسة الفعلية للرياضة. speed سرعة، strength قوة، power قوة أو الطاقة، endurance endurance هي القدرة على التحمل. humans celebrate these attributes،
هنا أنا celebrate إجت بمعنى أنه يمارس these attributes. The attributes يعني هو ما أريد أترجمها حرفياً, وإنما هنا هي الكلمات اللي وردت. The attributes خلينا نقول هي الصفات أو الكلمات أو الأسماء اللي وردت اللي هي يقصد بها athleticism, speed, strength, power, endurance. هاي المقصود بها هنا الاتريبيوتس, يعني قاعد يشير لها. These attributes in such events as the Olympic Games, يعني يمارسها بالأولمبيك جيمز. بينما بعالم بالأنيمال كينغدم هسه راح يجي يشير هنا وين راح يمارسها الأنيمالز. In the animal kingdom, however, يعني however لازم تكون بطريقة مخالفة, يعني ما مشابهة. يعني طالما هنا ذكر however لازم راح يخالف. هنا يقول لي human celebrate يمارس these attributes اللي مقصود بها الأثلاتيزم, speed, strength, power, endurance, يمارسها بالأولمبيك جيمز. However, these qualities, أيضا هنا الـ qualities يقصد بها الـ athleticism, الـ speed, strength, power, endurance. يعني مرة أشار لها بالattributes ومرة أشار لها بالـ qualities. Are necessary, هي ضرورية for the welfare. الـ welfare هو العيش برفاهية. يعني بالـ animal kingdom, الـ animal محتاج أن يمارس هذه حتى يعيش برفاهية. يعني مو شرط فقط للـ Olympic Games. And survival من أجل البقاء for the individuals للأفراد. And society لبقاء المجتمع. Society يعني هنا society يقصد بها المجتمع للـ animals. طبعاً كلمة الـ welfare هي مباشرة باللون الأحمر, أنا راح أشرحها بالجزء الثاني. لكنها ترجمتها كترجمة حرفية, ولكن راح أبين معناها الجزء الثاني من المحاضرة. الـ animals perform يعني يؤدي أو ينجز amazing يعني مدهش, يعني ينجز amazing feats. الفيتس العمل يعني بدون جمع, هنا بالأس بالجمع. الفيت المقصود بها العمل اللي يتطلب مهارة معينة أو قدرة على ممارسة شيء معين. الفيتس هو العمل, يعني سواء هنا الفيتس perform amazing feats every day يوميا. Not with the purpose, يعني ليس من أجل الغرض. Not with the purpose of winning or being named the best, يعني هنا يمارسها الأنيمال ليس للفوز, يعني ما عنده أولمبيك جيمز حتى يفوز بها, وليس للسباق أو ليس حتى يسمى هو الأفضل. But لكن in order to eat, يعني من أجل eat, seek and catch prey, seek البحث and catch prey. Catch prey يعني مقصود بها الاصطياد الفريسة, prey الفريسة. Mate تزاوج, escape predators, escape الهروب, predators من المفترس, منها جت بالجمع. And endure the elements, endure يعني يتحمل, يعني endurance يعني اجت كاسم هي القدرة على التحمل. هنا endure يعني يتحمل. The elements هي الفوكابلري اللي راح أشرحها بالجزء الثاني. هنا اجت بمعنى المناخ, يعني الوذر, الباد وذر. وطبعا هنا تجي بالناحية السلبية, يعني the and endure the elements يعني حتى يتحمل السيفير وذر, خلينا نقول الوذر السيفير أو الباد وذر, هذا المقصود به هنا. الباراجراف الثانية اللي هي sprinting هنا طاقة عنوان الباراجراف. sprinting اللي هو الرن, يعني هو الركض لمسافات الركض بسرعة عالية لكن لمسافة قصيرة, يسمى sprinting. يعني to run so fast for short distance, هذا المقصود بالsprinting. The cheetah معروف هو الحيوان الفهد, is said to be the fastest running mammal. المامل يعني من الثدييات. On earth, with a top sprinting speed, يعني هنا sprinting يعني السرعة القصوى إلى اللي يأخذها cheetah. With a top sprinting speed of 70 miles per hour. هنا السرعة الـ mph هي مختصر يعني للmiles per hour.
70 مايلز واحد يحولها للكيلومتر تطلع تقريبا 120 كيلومتر. هي تحويل هنا، انا مو مطالب انت بالتحويل هنا بس، لكن هنا الترقيم استخدم المايلز بدل الكيلومتر. انه ال1 مايل هنا انا منطيها كتحويلات اللي خاف طالب ما يعرفها. ال1 مايل اللي هو 1.6 كيلومتر، يعني اكثر من الكيلومتر، يعني اكثر من كيلومتر ونص ال1 مايل. The cheetah is said to be the fastest running mammal on earth with a top sprinting speed of 70 miles per hour (mph). Why does it run so fast? يعني شنو السبب اللي يخلي تشيتا عندها هذه السرعة العالية؟ To catch the fleet-footed gazelles and antelopes on which it feeds. To catch يعني اصطياد، اصطياد الفريسة اللي عنده اللي هي gazelles and antelopes اللي هاي تتميز بالسرعة العالية. لهذا السبب طاها صفة الفليت فوتد، يعني الفليت فوتد هي السرعة، يعني هي كصفة اجت كأجكتف كلمة واحدة تدلل على السرعة العالية يتميز بها الجزالز عن انتلوبز. الجزالز واضح انه هو الغزلان، الانتلوبز اللي هي نوع من الغزلان يسمى الظبي، on which it feeds يتغذى عليها التشيتا. And it is natural habitat الموطن الطبيعي، الهابيتات يعني الموطن الطبيعي، natural habitat in the grassland in the grasslands of Africa. يعني كأنما الموطن للتشيتا اللي هو الأفريكا. The cheetah can outrun its fleetest prey. Cheetah can outrun. Outrun يعني يتخطى، يجتاز. Its fleetest يعني أسرع prey بالنسبة إليه. يعني أسرع فريسة بالنسبة إليه هو ممكن يتخطاها. التأت هنا الجملة sentences period خلي نقطة. Like human sprinters. يعني راح يشبه بالhumans. It cannot maintain its top speed. يعني ما ممكن المينتين يعني الاستمرار بنفس النمط مالت السرعة. المينتين يعني ما ممكن انه يحافظ على نفس السرعة مالته لمسافات طويلة. It is top speed for long. يعني long هنا المقصود بها long distance. For long. And must take down its prey within a distance of about 300 yards. يعني هنا كل اللي يقوله هنا قاعد يشبه يقول مثل الهيومن، يعني يقارن بالبشر انه ما ممكن يستمر الجري بسرعة عالية الى مسافات طويلة جدا، يعني لازم عنده مسافة معينة ممكن انه يقدر يتحمل يجري بسرعة عالية، لكن بعدها ما ممكن، راح يصير عنده decreasing بالسبيد. المنتين يعني الاحتفاظ والجري بسرعة عالية، يعني هنا الاحتفاظ أو الجري بنفس النمط، يعني يفترض أنه عنده هذه السرعة عالية لابد أنه يصطاد فريسته within a distance of about 300 yards. يعني هو ممكن، يعني كل هنا يقول أنه ممكن يستمر بسرعة 70 miles فقط 300 yards، بعدها ما ممكن، يعني لازم يصطاد الفريسة مالته ضمن هذه المسافة. If the cheetah lived in North America. يعني هنا قاعد يقول لو كان يعيش بنورث أمريكا، هو تشيتا يعيش بالأفريكا. لهذا السبب هو قال بأفريكا، يعني بالأفريكا. يعني أسرع فريسة إليه هو ممكن يقدر يتخطاها. لكن لو تشيتا يقارن لو كان يعيش بنورث أمريكا، it might meet, it is match. ممكن راح يلقى له منافس بالسرعة. يعني ربما يلقى له فريسة بنفس السرعة مالته. The pronghorn antelope ايضا نوع من الظبيان اللي يعيش بنورث امريكا. The pronghorn antelope هو يتميز بالقرون مالته، يعني هذه الصوره له البرونغهورن انتلوب، لكن هذا يعيش بنورث امريكا. The pronghorn antelope has been clocked at close to 70 miles per hour. يعني كلاكت هنا شلون الريكورد تم تسجيله، انه السرعة مالته 70 miles per hour and can run for long distance. الانتلوب هنا البرونغهورن انتلوب ممكن انه يجري لمسافات طويلة، يعني 30 to 45 miles per hour.
يعني أعلى سرعة يوصلها للإنتلوب هنا البرونكور إنتلوب هي 70 مايلز بير أور، لكن ممكن يستمر لمسافات طويلة بسرعة 30-45 مايلز بير أور. أيضا ما ممكن الاحتفاظ بالسرعة العالية لمسافات طويلة، لكن لو أراد أنه يحتفظ لمسافات طويلة فالسرعة مالته تكون بين 30-45 مايلز بير أور. Interestingly enough هنا يعني ما تقول شيء مثير للاهتمام بما به الكفاية. These two animals run these top speeds for different reason. يعني عتها هاي المسافة يعني عتها القدرة على الجري بسرعة عالية لسبب لأسباب. Cheetah runs in pursuit. Pursuit يطارد. يعني هنا يقول جاي يقول إنه cheetah عند هذه الميزة بالسرعة حتى يقدر يطارد ويصطاد فريسته ويرس، بينما the bronghorn runs to escape. بينما البرونكورن عنده هذه الميزة بالسرعة حتى لكن الاسكيب يعني للهروب. The peregrine falcon اللي هو الصقر الشاهين. The peregrine falcon is widely acknowledged يعني اعترف به to be the fastest moving bird. إنه أسرع bird achieving astonishing speeds. يعني يحقق astonishing يعني سرعة مذهلة، astonishing يعني مذهل speeds when it dives for prey. يعني عندما هنا دايفز تجي بالانقضاض على الفريسة. دايفز تجي بمعنى يعني الغطس، لكن هنا المقصود بها دايفز فور براي يعني هنا الانقضاض على الفريسة. Some sources يعني بعض المصادر cite a top speed of 200 miles per hour while others put the figure يعني المقصود به الفالكن. الفيجر هنا المقصود به الفالكن at about 120 miles per hour. يعني بعض السورسز خلت 200 miles per hour وبعضها خلت 120 miles per hour. Either way على أي حال it would be hard for any other bird to escape it. يعني صعبة لأي بعد بيرد ثاني ممكن الهروب من عنده، يعني ممكن الهروب من الفالكن. On foot يعني على الأقدام هنا the fastest bird is the ostrich يعني هو النعامة طائر النعامة which can run about 40 miles per hour. It outpaces يعني تجي مشابهة للاوترن يعني يتخطى the greater road runner طائر ثاني اللي هو the greater road runner اللي هذه الصورة إليه. هنا التعريف مالته يعني وين يعيش هذا الطائر الجريت راود رانر. نورث امريكاز فاستست رانينج بيرد يعني وين يقول اسرع بيرد بالنورث امريكا. which dabs out at about 25 miles per hour يعني كانما السرعه القصوى الى tabs out يعني الماكسيمم سبيد الى المقصود به للجريت راود رانر 25 miles per hour. كايوتيز الكايوتي يعني هو نوع من الذئاب لكن يكون أصغر من الذئب. incidentally يعني إضافة إلى can also outrun road runners يعني ممكن يتخطى الرود رانرز with a cruising speed of 25 to 30 miles per hour. يعني ممكن يتخطى الرود رانرز cruising speed يعني كأنما إنه مو السرعة القصوى إنما السرعة الاعتيادية اللي يقدر يأخذها يقدر يجري بها لمسافات طويلة. هذا المقصود بها الكايوتيز the cruising speed 25 to 30 miles per hour and a top speed of 40 miles per hour. أين تعود على الكايوتيز؟ ماراثون. The Olympic marathon
a paltry 26 miles. Paltry يعني أنا قاعد يعرف الماراثون شنو المسافات مالته. 26 miles يعني هو الماراثونز البالتري المقصود بها is not too long يعني مسافات قصيرة. يعني شلون هنا قاعد يقول 26 miles بالأولمبيك يعني الماراثونز يعني ما تتجاوز 26 miles. Doesn't come close to the marathons some animals endure يعني ما تجي مشابهة أو مقاربة للماراثونز. هنا قاعد يشبه الماراثونز للبعض الانيمالز سم انيمالز اندور اللي تقدر تتحملها. تيك مثلا هنا تيك ذا اركتيك تيرن يعني كمثال تيك ذا اركتيك تيرن هو نوع من الطيور. نهاية تكون الصورة إلى أنا ما مخلي له صورة لكن هو مشابه للنورس الاركتيك تيرن سوري. Okay, take the Arctic tern, for instance, مثلا, it migrates, migrates يعني يهاجر, الهجرة مالته between, it migrates يعني يهاجر between بين the north and south poles, يعني بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي, covering a distance of as much as 30,000 miles each and every year. سنويا, الأركتيك تيرن هو طائر طبعا يعيش بال يعني يهاجر بين الشمال والجنوب البولز بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. المسافة اللي يقطعها 30,000 miles يعني هنا قاعد يقول وليش هنا كتب الماراثونز الأولمبيك ماراثونز بارتري 26 miles تكون ما مشابهة للماراثونز. هنا قاعد يشبه للأنيمالز إنه بعض الأنيمال كمثال الأركتيك تيرن يأخذ مسافات طويلة هنا 30,000 miles each and every year. Some birds spend long durations. Long durations يعني فترات زمنية. الدوريشن يعني فترة زمنية مسافات طويلة هنا قاعد يذكرها. إن شاء الله راح أتطرق لها بالفوكابلاريز بالمحاضرات القادمة. Some birds spend long durations. Even most of their lives in flight. يعني كأنما يقولنا بعض الطيور يعني spend long durations فترات زمنية كبيرة جدا اللي ربما معظم حياتها هي تستغرقها بالطيران بالفلايت. أنا راح يعطي مثال swifts طائر swifts for example اللي هاي تكون هنا الصورة إلى swifts هذا الطائر. For example, مثلا هنا راح يعطي تعريف إليه. Have very undeveloped legs and live almost entirely on the wing. Have undeveloped legs. يعني كأنما هي أنا ما أشرحها يعني بيولوجيا undeveloped legs. يعني هي كأنما يقول إنه الأقدام ما تمام متطورة. لكن هو لربما very tiny legs عنده جدا صغيرة الأقدام مالته. لربما تكون معدومة. لهذا السبب نطاها هنا underdeveloped legs يعني هذا قصد بهذا الطائر السويفتس. And lived almost entirely on wing يعني المقصود به هو يعتمد على أجنحة مالته يعني أغلب حياته تكون بالطيران. Some seabirds يعني بعض الطيور البحرية seabirds such as the sooty tern يعني طائر بحري السوتي تيرن. هاي شوف إذا مخلي له صورة هنا اللي هو هذا السوتي تيرن. Such as the sooty tern fly for years without landing يعني يطير لسنين without landing. Landing يعني بدون يعني أن يهبط على الأرض. The wandering albatross أم طائر يعني البتراس المتجول wandering يعني الجوال البتراس is named for its ability to fly thousands of miles on feeding trips. Feeding يعني من أجل التريب مالته اللي يعني الهجرة من أجل التغذية.
واندرو ألبتراس ايضا طائر. هذه خلينا نشوف هذه الصوره له. The wandering albatross is named for its ability to fly thousands of miles on feeding trips. واضح يعني ما اعتقد يحتاج اي شيء بيها. Fish can make long distance migrations. Migration يعني الهجرة. As well كذلك. Some salmon هو الاسماك السالمون. Swimming between the ocean and rivers in which they spawn. يعني إسبان يعني يضع البيوض مالته من أجل التكاثر. Covering 2000 miles يعني المسافات اللي يقطعها من أجل هذه الهجرة بين الأوشنز والريفرز 2000 miles. European yields يعني أعتقد واضح هو نوع من الأسماك لكن مشابه للسنيك. هنشوف إذا إلى صورة هنا أعتقد حتى موجود هنا بين أنهر. هذا الـ European Yields. أعتقد لكون قال European يعني ما يعيش هنا يعيش فقط بأوروبا. European Yields are said to swim up to 3700 miles to reach their breeding grounds. يعني المسافة اللي يقطعها 3700 miles to reach حتى يصل الـ breeding grounds يعني يصل إلى منطقة التكاثر مالته. In the Sargasso Sea يعني بحر سرغاسو located in the Atlantic Ocean اللي يكون يعني هنا located يعني يكون موجود بالمحيط الأطلسي Atlantic Ocean. The great annual migration annual السنوي migration الهجرة السنوية of wildebeest and zebras in the African Serengeti. The great annual migration of wildebeest and zebras in the African Serengeti. Serengeti هو محددة بأفريكا يعني كأنما هو إقليم جغرافي محدد بأفريكا أعتقد بشمال تنزانيا. قاعد يتكلم عن هاي الـ two animals هنا. الزبرة واضح. الwildebeest هذه الصورة إليه. In the African Serengeti covers about 2,000 miles, but the long, but the longest annual migration by a mammal, يعني بالنسبة للثدييات, is the 10,000 mile circuit. يعني كأنما دورة يأخذها 10,000 ميل. By the grey whale, اللي هو الحوت الرمادي, from the Arctic, يعني يبدي بها الحوت الرمادي الهجرة مالته. أو الدورة اللي يأخذها. The grey whale from the Arctic to its warm winter calving areas. يعني يبدأ بالهجرة من الأركتيك اللي الأركتيك يعني منطقة القطب الشمالي. To warm winter to its warm winter calving areas. يعني المناطق اللي يكون بها الشتاء بها دافئ. لكن ما حددها هنا. Warm winter. يعني هو يهاجر من الأركتيك to its warm winter calving areas. calving هنا هي منطقة التكاثر إلى بالنسبة للcalving areas and back again أن يرجع مرة ثانية. هاي الدورة مالت اللي يأخذها الgrey whale هي تقريبا 10,000 ميل circuit يعني كدورة يأخذها بين الأركتيك to its warm winter calving areas and back again هي 10,000 ميل approximately. أنا هنا راح أتوقف حتى فقرة الدايفينج وإن شاء الله هاي الدايفينج جامبينج والبقية راح أكملها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. بالجزء الثاني من محاضرة اليوم إن شاء الله راح أتطرق للويلفير والإليمنتس أما الفوكابلري المتبقي إن شاء الله تغلب المحاضرات القادمة. يعني هنا راح أتوقف وإن شاء الله نكمل الأرتيكل بالمحاضرة القادمة ونضع عليه بعض الأسئلة أيضا بالمحاضرة القادمة. شكرا جزيلا.